عن تفاقم أزمة السكن والعشوائيات في العراق وتجاهل البرلمان لإصدار قانون ينظم العشوائيات في البلاد والوعود الانتخابية بالنهوض بواقع تلك المناطق، حديثنا الآن مع ضيفنا من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات المحامي كامل الحساني. أهلا بك أستاذ كامل، يعني بداية، لماذا تأخر تشريع قانون ينظم العشوائيات في العراق رغم كل التقارير الدولية والمجتمعية التي تؤكد الواقع المتردي الذي تعيشه تلك المناطق؟ يعني بشكل عام حقيقة أنا وغير المختصين عندما نسمع عن تعطيل التشريعات نفرح بصراحة. ليش؟ لأنه بعد 2010 كل التشريعات هي مخربة للمنظومة التشريعية التي بناها أجدادنا أيام من 100 سنة، مثل ما هم الآن يعلنون ويعتبروه عيد وطني. التشريعات العراقية اللي بنتها الدولة العراقية الآن بخطر، وكل أفعال وأعمال نشاطات التشريع مجلس النواب بصراحة هي مكملة للتخريب الحكومي اللي تمارسه السلطات. وموضوع الميليش العشوائيات هذه قضية معقدة، وهي حصص للميليشيات والحشود وبؤر إجرامية ومصادر دخل ودعم للميليشيات والعصابات، ولا يمكن أن يتفقوا على إنهائها واستقرار هذه العشوائيات، لأنها استقرارها معناها سيخسرون الدعم من هذه العشوائيات الإجرامية. سيد كامل، إلى أي مدى ترى أن البرلمان القادم ربما يكون قادرا على تصحيح مسار من سبقه مع ترشح ذات الوجوه والأحزاب للانتخابات المزمعة القريبة؟ لن يكون إلا هو تكريس للإجرام وللعصابات والمافيات التابعة للحشود الإجرامية، ولن يتغير الموضوع. بالعكس، نعتقد أنه البرلمان القادم سيجهز على ما تبقى من الدولة العراقية، إن بقت الدولة العراقية قائمة. طيب، يعني عندما يقول سكان العشوائيات إنهم ليسوا سوى أصابع بنفسجية لمرشحي الانتخابات، السؤال هنا إلى أي مدى يرسخ ذلك الهوة الكبيرة بين الطبقة السياسية والمجتمع العراقي ككل والذي يعاني الفقر الشديد؟ نعم، بالتأكيد، يعني هذه العشوائيات هي مثال لسلطات الحواسب مثل ما يسموها. الحكومة وكل السلطات ما عندها غير هذه العشوائيات اللي هي تدعم المافيات والحشود وتنفذ أجنداتها وتقوم بالأفعال واستهداف كل من يمس العملية الإجرامية. هذه لن نتخلى عنها وستبقى، وأعتقد يعني منتظر من المجلس النواب القادم أنه سيكون أسوأ من السابق. في سؤال الجديد إليك سيد كامل، يعني عندما تقول وزارة التخطيط أن العراق بحاجة إلى 4 ملايين وحدة سكنية لتجاوز أزمة السكن، السؤال هنا، لا يعني ذلك شيئا للأحزاب السياسية التي تحكم البلاد منذ عام 2003؟ الموضوع السكن وأزمة السكن هذه قديمة وموجودة في كل الدول، إلا في العراق في القضية إعلامية والدعاية الحكومية والانتخابية. مثل ما تلاحظ كل رئيس وزراء يأتي يركز على موضوع قطعة أرض لكل عراقي. هو إذا كان قادر على أن يفعل شيء للعراقيين بالقليل، أن يصفي وحدة من العشوائيات وينقذ أهاليها في منطقة سكنية كاملة المواصفات بخدمات آدمية. الحقيقة ما عندهم غير هذه اللغة الإعلامية المتعلقة بالسكن وعلاج أزمة السكن، وسيكرروها حتى في المناهج الحكومية القادمة. السؤال الأخير الآن أستاذ كامل، يعني هناك أحاديث كثيرة عن مقاطعة الكثير من الناشطين والمواطنين للانتخابات المقبلة، السؤال هنا، لا يفرض هذه أو لا تفرض هذه المقاطعة على المجتمع الدولي أن تراجع الواقع السياسي في العراق والعملية السياسية ككل، خصوصا بعدما أثبتت العملية السياسية فشلها تماما؟ نعم، هذا التحديد اللي صاير الآن. الحكومة ورموز الإجرام من الرئاسة إلى بقية
القيادات وحتى من الدعم المرجعية يريدون إنقاذ موضوع الانتخابات، لأن القوى الدولية وخاصة الأمريكان عندهم مراجعة عمودية وفقية للوضع العراقي حتى لا تكرر الموضوع مثل ما صار في أفغانستان. وحتى في شهادة وزير الدفاع الأمريكي أمام الكونغرس قبل أيام لما أراد أن يتحدث عن إنجازات الحكومة في العراق وموضوع الانتخابات سخروا منه أعضاء مجلس الشيوخ وقالوا له بالحرف الواحد: كيف تتبجح بانتخابات؟ الحكومة تريد أن تدفع المصوتين حتى يحضروا الانتخابات ومراجع جاهلية تحاول أن تنقذ الانتخابات. يعني أخجلوا وزير الدفاع بهذه القضية. العالم كله ينتظر أنه هذه الانتخابات صراحة ستكرس الوجه الصعب للوضع الحكومي والإداري بالعراق وضياع المساعدات الدولية. رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات المحامي كامل الحسني، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا لك.